محطتنا التالية ميسان يمكن كتار بيستنوها عالم الصحة فعلا والغذاء، وخاصة انه نحن ميسان فصل الشتاء ويمكن بتكتر الامراض وبتكتر الواحد بياكل كتير بيتغير والنقلشات كله، والأكل وكل بيتغير شيء. نظام الحياة اللي كنا عم نحكي مع ضيفتنا تحت الهواء عنه. اكيد رح نعرف اكتر عن الاغذية اللي ممكن تمدنا بالطاقة بفصل الشتاء، شو الصح وشو الغلط بهذا المجال، اكيد مع اخصائية التغذية ايفانا اليوسف ماجستير بعلم الغذاء. اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. صباحك زينة، يسعد يسعد صباحك صباحك أهلين ايفانا. يسعد. يعني كنا عم نحكي تحت الهواء فعلا انه بفصل الشتاء الواحد كتير بيكنكن وبلش ينقرش وما بيعرف اذا هو صح عم ياكل شيء صح او غلط وبيفيده او ما بيفيده. بس نحن دائما مع فصل الشتاء بنصير بحاجه لفيتامينات معينه ولاكل خاص لحتى يمدنا بالطاقه. خلينا نحكي شو هي انواع الفيتامينات يلي بيحتاجها الجسم مع بدايه فصل الشتاء. هلا بدي بلش بس نوه انه لما احنا بصير عندنا فصل الشتاء معناتها احنا عم نتذكر امراض الرشح، الجريب، صح مشكله وجع المفاصل والعضلات، بده يصير عندك بعض الاشخاص الامساك بسبب قله المي اللي بنشربها لانه صحيح الشتويه بارده، بده يصير مشكله كمان بسبب نقص نوع من انواع الفيتامينات، بصير عندنا تسوس اسنان، هاي المشاكل او تساقط الشعر اللي هو اساسي عند كل الصبايا، هاي كل المشاكل اللي ممكن يصاب فيها بسبب قله او مشكله بجهاز المناعه. ليش صار عندنا مشكله بجهاز المناعه اللي بيحمينا من الامراض؟ بسبب نقص الفيتامينات. هلا شو هي الفيتامينات اللي نحن لازم ندير بالنا عليها بالشتاء؟ هي اول شيء رح اذكرهم بعدين كل وحده لاقول شو فائدتها، اللي هي الفيتامين دي اللي هي الحديد، البي، الاوميجا 3، الفيتامين سي. هلا بنبلش بالدي. هلا الدي اول شيء نحن بالشتويه معناتها ما في عندنا تعرض للشمس، مزبوط فيتامين دي هو موجود بالبيض، بالحليب، مشتقات منتجات الالبان والاجبان، بس ما هو مثل انك تاخذيه من الشمس. أكيد فهو شو فايدته فيتامين دال؟ فيتامين دال اول شيء اذا نقصه بيعمل لك هشاشه عظام، بيعمل لك الاشخاص بتيجي بتلاقي بالشتويه يا ما عم يقدروا، في خمول ما عم يقدروا يقوموا، يا بتلاقي عندهم وجع بالاطراف او بالعضلات ما بيقدروا يمشوا. هلا بنفس الوقت بيعمل زياده وزن، او حتى زياده الوزن بتعمل نقص فيتامين دال، مرتبطين ببعض. ليش؟ لانه فيتامين د هو فيتامين بينحل بالدهون، فانا زاد وزني صار عندي دهون ما بقدر بقى امتص الفيتامين د، وبالعكس صحيح. هلا هي خلصنا فيتامين د، هلا بدي بلش بمشكله، المشكله الاساسيه اللي عند كثير ناس بتسبب تساقط الشعر هي نقص الحديد. هلا الحديد مو بس لتساقط الشعر، الحديد رح اقول وظيفته، هو وظيفته بتركيب الهيموجلوبين اللي هو خضاب الدم اللي بيكون كريات الدم اللي بتنقل الاكسجين من الرئتين للاعضاء لحتى يصير عندك الاكسده، وتاخذ السي او تي، السو او تو، سي او تو من الدم لعند الرئتين ليصير بالزفير. هلا معناتها هو اساس بتركيب الخضاب، وعندنا اساس الاكسده اللي هي بتمشي كل الاعضاء واجهزه الاعضاء بحاجه للاكسجين. طيب كمان الحديد ممكن ما بنلاقيه، غير انه بيعمل لنا مشاكل بالخضاب ويعمل لنا مشاكل بالاكسده، ممكن بتلاقيه بالكبد، الكبده السوداء، مشتقات الالبان، البقوليات واللحوم الحمراء والسبانخ والخضروات الخضراء. هلا نيجي على فيتامين سي اللي هو مو بيحمينا من انه نحن خلص نصبنا بالقريب والرشح، رح ينزلنا من الايام تبعت المرض، وبنفس الوقت بيقوي جهاز المناعه. هو موجود بالحمضيات كلها بشكل كامل، البروكلي، وموجود بالفواكه والخضروات. هلا الاوميجا، الاوميجا 3 هو كثير بينسال عليه، الاوميجا 3 ما هو فيتامين، هو حمض دهني، بس هو كثير مهم. اول شيء كان المفاصل مهم، لكالسيوم الدم، بيعمل بعد حدوث هشاشه العظام، وبيحمي مستوى الاتش تي ال، الكوليسترول الجيد، يضل على مستواه الطبيعي اللي هو بيمنع وجود حدوث التجلطات لزياده الوزن. هلا وين بنلاقيه؟ بنلاقيه بالمكسرات وبالاسماك بشكل كامل. اكيد ضل شيء هدول. البي، البي البياد، تماما شايفه البياد كثير مهمين اعصاب. تماما للاعصاب، عندك بي 1 وبي 12 هن كثير مهمين لمشكله الاعصاب عندنا بالجسم، وحتى لمشكله عدم التركيز مثل الاوميجا 3 كمان كثير مهم للمفاصل. البي من كمان بنلاقي بقوليات والحمراء، اللحم الاحمر والمنتجات الالبان والاجبان. يعني بنلاحظ انه نقص هي الفيتامينات كثير بيتعب الجسم. تمام كثير الناس بتستغرب انه ما بتعرف احيانا، تفكر حاله مرضانه، بيكون هو ببساطه ناقص نوع من انواع الفيتامينات اللي هي كتير اساسيه للجسم. هلا تعرفنا على انواع الفيتامينات زينب شو عنا هلا؟ اكيد مثل ما قلتي، وخاصه انه عم ياخذوا صاروا العالم مكملات غذائيه يعني فيتامين بدون ما يرجعوا لطبيب مختص، وهلا كل الشعب السوري معه نقص فيتامين ده دال، يعني حتى لما عم يعملوا تحاليل انه عم يستغربوا العالم لم انه
انه في ناس بتتعرض للشمس وبالصيف ما خلت مسبح يعتب عليها، بس في عندها نقص. خلينا نحكي بس عن نقص الفيتامينات، ليش احيانا الجسم، هذا السؤال، ما بياخذ الفيتامين من الاكل او من العناصر الغذائيه اللي ممكن نحن عم ناخذها؟ هلا مثلا عندك، ليش لما بيكون عندي ارتفاع مثل ما قلت قبل شوي الدهون ما رح يقدر يمتص فيتامين د، يعني عندك زياده الوزن، هو في شيء بيكون سبب مثل زياده الوزن، مثل مثلا مشكله ممكن تكون بالكلاوي او قله المي، فهي المشاكل الصغيره نحن ما بننتبه لها. قد ايه لازم نشرب مي نحن بالشتاء؟ لا بالشتاء نفسه مثل هلا اوكي بالصيف تقريبا لترين، اما هون اتمنى 10 كاسات بيكفوا. هلا هي عاده زينب، بس لك ان نحن هي بتلاقي الناس مي عقوبه، لا لا المي مو عقوبه، انت تعودي تشربي 8 كاسات يوميا، جسمك رح يطلب. تحسي حالك انك انا في اليوم ليش عطشانه، انا عن جد عطشانه، معناتها بقوم بشرب. بعدين المي هي مو الزهورات والقهوه والهي، المي هي مي. هلا انت ما انك متقبل المي، فيك تحط لها شويه نعناع، تحط لها ليمون شوي شو بتنكهها، اما انك تحرم حالك المي اللي كاسه كاستين ما بتكفي. بالعكس بالشتويه لازم تشرب مي، وفيك تشرب مي بارده كمان. ليش؟ لانه المي البارده عكس بتعمل، لما بنشرب مي بصير في انقباض بالخلايا، بصير في حرق للشحوم وحرق للجسم، بتلاقي انه لانه بيعطيك الدفى، بتلاقي حتى الشاي بالصيف بيشربوا شاي سخن القديمين، لانه نفس الشيء بتعمل لك عكس شيء عكسي وبردك، ونفس الشيء المي البارده بتدفيكي. حلوة كتير هالمعلومات زينب. في استطلاع رأي عملت له زميلتنا ريم سليمان، أسئلة بدنا نشوفها بالمادة التالية وجاوبنا عليها بعد شوي. إبانا انه شو الحبوب اللي بتدفي بالشتويه مشان الواحد يضل عم يستعملها يدفى؟ يعني هلا بتكثر الامراض الشتويه، الزكام، انفلونزا، نزلات البرد، فشو الاعشاب الطبيه اللي ممكن ناخذها بدل الادويه الكيميائيه؟ حديد لحتى يعطي دفى للجسم اكثر، ممكن لحتى ما يصير تشنج قولون بحكم هلا الاكل كله تبع الشتاء بينفخ اكثر. كل شيء نحن مشان نتمم الغذائي لهشاشه العظام. شو بينفع يا بالشتويه يعني شيء المرضى السكر مثلا او شيء بخيل خصوص يعني. يعني ميسان مثل ما شفنا العالم هم الوحيد هي الدفا، وكمان ما ياخذوا كثير من الادويه. ايفانا هلا كثير كمان ناس احيانا لما هيك تبلش بدها تمرض او تمرض كمان بخبصوا بالاعشاب. نحن بنعرف انه في اعشاب معينه بتضر، يعني مو بس انه بتعمل شيء عكسي، مو كل الاجسام بتناسبها. فخلينا نحكي عن لما الواحد هيك شوي يبلش في انفلونزا ويبلش اعراض البرد، شو المفروض يعتمد من الاكل الموسمي للشتاء؟ الحمضيات، كرمانتينا، البرتقان، البوملي، الليمون، والمي الصبح الدافيه كثير منيحه. ممكن ياكل عسل بس مو بالمعدن، دائما بقول انا يا بالخشب يا بالبلاستيك، لانه لما بتحطيها بالمعدن بتصير كل فوائدها بتروح. ما بتحطوا لي العسل مع المي السخنه، تاكلوها بتشربوا بعدها، لانه لما كمان بتحطيها بصير سكر، بيروح كل انزيماته. لما نحن بناخذ هالحمضيات فيها الفيتامين سي اللي هي اول شيء بتقوي الجهاز المناعي مثل ما قلت سابقا، وبنفس الوقت اذا مرضنا بتقلل مده المرض، بدل ما يصير 10 ايام ممكن يخفف هذا الشيء. الزهورات بكل انواعها جيده، الشاي الاخضر جيد بس ما يكثروا منه بالليل لانه ممكن يعطيهم النشاط. الشاي الاحمر كمان نفس الشيء، فيه انتي اكسيدنت بس مو بعد الاكل، سواء الاخضر ولا الاحمر مو بعد الاكل فورا. بالنسبه للدفى مثلا، هلا في حدا قال عن عن الحبوب، هلا العدس معروف بشكل عام اللي هو هلا وقته، العدس بيعطيك لانه من البقوليات، الفول بيعطيك الدفى بس الفول بيتاخر شوي بالهضم، ممكن يضايق الشخص بينعس بعده. الحمص، هدول الاساس المقويات كلها بتدفي. هلا الحليب كمان ممتاز، اول شيء هو مصدر الفيتامين دي والكالسيوم، سوري الكالسيوم، فهو
منيح للدي، بيعطيك النشاط والطاقة. الرمان مثلا، كل أنواع الفواكه هلأ موجودة كثير منيحة للشتوية بالنسبة لحمايتك من الأمراض، وبنفس الوقت بتعطيكي الطاقة اللي أنت بحاجة لها. كثير مهم يبتعدوا عن الحلويات، كلنا بنحب الحلو بالشتوية، العالم بيفكروا أنه الحلو بيدفي يعني. تماما، هو بيدفي مؤقت، هو عبارة أنه سكر، فات السكر، ارتفع مقاومة الأنسولين، كيك ارتفعت الحراره تماما. فهو فيك مو بس الحلويات، النشويات انت بحاجه لها، بالعكس النشويات الكربوهيدرات بجسم الانسان بتصير سكر، بتعطيك طاقه. فانت ما شرط انك والله تعمل، فيك تعمل حلو بالبيت، ما تجيب لي القطر وهدول القصص اللي بتسمن، بتجي على اول الصيف الحقونا بدنا ننحف، يكون احنا كثير سمنا بالشتويه. في شغلات بسيطه انت تستبدل عنها، تستعيد عنها. الرياضه كثير مهمه بالشتويه، لسه الرياضه كمان بتحرق اكثر من الصيف، لانه عم الجسم بيعمل بذل او زياده جهد لحتى يعطيك الدفى، فبيحرق زياده. ومو بس هيك فانا، يعني الفكره بالسكر مو هي انه السمنه، يعني هي السكر هي ماده مضره، يعني فينا نقول عنها انه عم نشوف اضرارها على كل المجالات، ما انا فقط على انه سمنت او انحفت. لا لهيك لازم واحد يدير باله منها. كان في حدا ذكر مشان موضوع هشاشه العظام انه شو الاغذيه اللي كثير بتناسب لها؟ هلا مثل ما قلت، الاجبان والحليب، السمك، المكسرات. هلا اذا ما بدها انه مثلا، في اشخاص بتقول لك ما فيني اكل سمك دائما، او السمك غير متوفر، او حتى بيملوا من التونه بحسوها ثقيله، فانا بفضل انه الكبير بالعمر بعد عمر 30 سنه، بعد عمر 30 سنه ما انه كبير، بس الفيتامين د ما عاد يمتص بجسم الانسان، بناخده كحب. تمام. هلا الكبار بالعمر مثل السيده اللي سالت عن هشاشه العظام، لا تفضل انه تاخذ اوميجا 3 صباحا، هلا هو اصلا بالشتاء بتاخذي، والفيتامين دي مع وجبه فيها دهن شوي لانه هو بيمتص بالدهون. تمام. طب خلينا نحكي كمان ايفانا، كثير في اخطاء شائعه ممكن العالم تتبعها من خلال حياتها اليوميه، منها مثلا انه بيشربوا هوت شوكولات كمان هاي، او بيشربوا 3 بواحد، او بيشربوا المشروبات اللي فيها كثير من الحليب المصنع. تمام. كمان هذا كثير حكيتي عنه انه هو مؤذي، خلينا بس كمان نحكي عن الاذى وقد ايه مسموح الكميات. يعني هلا هو لانه عباره عن زيرو عناصر غذائيه مفيدة، هو عبارة عن كتير سعرات حرارية، هو بيعطيك السعادة المؤقتة، لأنه مادة الدوبامين بالجسم الإنسان لما بتشرب السكر فبتنطلق بالدماغ، فبتحسي أنه أنت سعيدة مؤقتة، سواء مثل الشوكولا. مشان هيك هو شو فايدته، بس ما فايدته شو، بيعطيك الدفع والسعادة المؤقتة، فهو بالعكس مساوي أنه هو بيزيد الوزن. هلأ نحن ممكن بموزة، ممكن هلا ما عاد وقته، اللي بس برجع بذكره اللي هو الخوخ المطاول، نحن كنا ناخذ هاي السعاده اللي بدنا اياها. هاي شو قلتي لي على سعاده مؤقته وبعد شوي تعاسه واكتئاب بسبب زياده وزن وبدنا نلحق ونساعده. طب في ناس قال بتتلاعب تاخذ مثلا دارك شوكولا. اوكي دارك شوكولا منيحه، بس كيف انه هي قطعه باليوم مع مثلا شاي اخضر، تفاعلت معهم اثنيناتهم مع بعض ما بيسمنوكي، لانه التفاعل الكيميائي تبع المواد الموجوده هون والمواد الموجوده هون بيتفاعل مع بعض، فبتقدري تاكلي بتحسي بسعاده، وحتى هو منيح للاوعيه الدمويه كالدار. هلا الكميات المسموحه مثل ما قلت قطعه صغيره كشوكولا، بالنسبه لثلاثه بواحد بصيبت المصايب اللي هي يزيد الوزن وما له علاقه باي شيء. البودره المبيضه. تمام. امتى شو فيكي تعملي اذا انت شخص كثير مدمن على النسكافيه؟ نحن بنجيب حليب سواء عادي ولا خالي الدسم او قليل الدسم حسب الوزن اللي انت او انت شو بدك. تحطي نص معلقة سكر، ما بدك نص معلقة سكر يفضل بلا، بدك تحطي سكرين ومعلقة كافية النسكافيه، بحق لك كاسة باليوم كنسكافيه، وبالنسبة للكافيين بحق لك القهوة 3 كاسات. يعني معلومات مهمة قدرنا هيك على السريع انه نختصرها. ايفانا لازم عن جد ندير بالنا بالشتاء ونتهيأ للرياضة، نلعب رياضة، بندفع على رياضة وبنلحف ما بنسمع وبنلحف وبنشرب شاي اخضر. تمام تمام، يسلموا ايديكي، شكرا كثير لك ايفانا، عزبناكي معنا. شكرا لكم. شكرا لكل النصائح والمعلومات اللي اعطيتينا اياها، ودائما هيك بدنا نختم معك بنصيحة هيك على السريع اقل من دقيقة. تمام، 5 وجبات، 3 أساسيات، 2 خفيفات، بعد 8 ما عاد تاكلوا. انا برايي نلعبوا رياضه باي وقت بدكم اياه، وشربوا مي كثير، ومعافين اذا بدكم تمرضوا، وان شاء الله ما بتمرضوا. شكرا لك.